بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحب الكريم، مرحبا بالجميع في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس وانطلاقة هذا الحفل والعرس الكبير الذي يضم هذه الشعارات التي تواجدت وتوافدت من دول مجلس التعاون. ها هي انطلاقة الشوط الثامن بتعداد أشواط الفترة المسائية وانطلاقة سن الصغار، سن الحقائق، وهذه الحقائق الجميلة التي نشاهدها بهذه الانطلاقة وبانطلاقة هذا المساء لهذا اليوم الأول من عمر هذا المهرجان. أتواصل بالنداء مع الخمسة المراكز المتقدمة والمتواجدة والمنطلقة بمقدمة هذه الانطلاقة الجميلة والرائعة. أول المراكز من يفتتح النداء والإذاعة، تواجد هداد، هداد تعود الملكية لحمد بن عتيق بن محمد العميم. يقدم لنا هداد من بدأ يهدد بانتزاع السيارة وبانتزاع وأيضا بالاغتناب بمادة الزعفران مع أول المراكز. المركز الثاني مولع، التالي ولع. هذه المجريات الجميلة، عبد الله بن محمد أبو سعيد الخيرين ينطلق، سعيد بن محمد بن عضيل العامري موال مع المركز الثاني، شعيل بن عبد الله بن حمران المري. اللحظات الأخيرة، الأمتار الحرجة، أمتار الناموس، حوار ثنائي ما بين موال وشاهين، شاهين وموال، بل عضيل الشعار يسيطر على الانطلاق، ولكن بن حمران مع المركز الثاني وود انتزاع السيارة، ولكن شاهين السلالة الشاهينية دائما وأبدا تثبت الوجود في هذه الانطلاقة، وأبناء العين يقدمون لنا شاهين بهذا الشعار، شعار الصمود. يا سلام، بل عضيلي ينتصر في هذه الانطلاقة ويقدم لنا شاهين من قدم إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. وسلام أهالي العين، سلام سلام وتحية واحترام لسعيد بن محمد بن عضيل العامري على حصول شاهين على المركز الأول ثاني المراكز. كان الوصول قبل شاهين لسعيد بن ياسر العثالي ثالثا. كان التواجد من قبل لماح لفاهل بن حليس بن العويسي المركز الرابع. كان الوصول من قبل موال لشعير بن عبد الله بن حمران المري خامسا. كان الوصول من قبل مشعل لمحمد بن مبارك بن سالم الشامس. اذا نهني جميع الفائزين، كما نذهب بالثانيه لمالك شاهين من قدم لنا شاهين بهذا الشوط وانتزع سيارتي هذا الشوط. توقيت الزمن 6 دقائق 3 ثواني 64 جزء من الثانيه. الثاني والتبريكات نزفها لسعيد بن محمد بن العضيل العامري وهو السعيد بانتزاع السياره برفقه الشاهين المركز الثاني. كان الوصول من قبل الشاهين وتوقيت الزمن 6 دقائق 6 ثواني 10 اجزاء من الثانيه. الثاني والتبريكات نزفها لسعيد بن ياسر بن علي العذاري المركز الثالث. كان الوصول من قبل لماح 6 دقائق 6 ثواني 84 اجزاء من الثانيه. الثاني والتبريكات لفائل بن حليس العويسي على حصول لماح المركز الثالث. اذا ما زالت المسيره تسير وما زالت الانطلاقات متواصله على ارضيه هذا الميدان، ميدان التحدي.